لما بنتكلم عن كرة القدم بنلاقي الدنيا مزرجنة على أعلى مستوى. أي. وإذا كانت مداخيل الدول الكبيرة بتزيد من نجاحات كرة القدم فيها، كلنا عارفين يعني، كل الناس عارفة إن كرة القدم لها رصيد كبير جدا من الدخل القومي الإنجليزي والإيطالي والألماني وحتى البرازيلي. حتى النهارده الدول العربية يعني الدول الخليجية بالذات بدأت تستثمر بشكل كبير وبتكسب بعضها بيكسب. لكن انت لما يكون عندك كرة القدم، ونقعد نتكلم عن كرة القدم، كلها خسرانة لأن من يديرونها هو خسرانة اقتصاديا وخسرانة كنتائج طبعا الاثنين، خسرانة اقتصاديا والكارثة انك ما انتش عارف. بس انا شايف ان الاهلي هو كمؤسسة رياضية اعتقد هو اكتر مؤسسة رياضية ناجحة في مصر، هي اكبر مؤسسة رياضية ناجحة في مصر، لكن محتاجين برضو استثمار يضيف للرياضة كلها مش لنادي واحد. ما دي قضية يعني، هو بتكلم عن النادي الاهلي في كرة القدم، اه طبعا الكلام كلامك مظبوط، لكن منظومة كرة القدم على بعضيها لما سوري يعني تعبانة. ليه؟ لان مسابقاتها عايزة تبقى مسابقات قوية. عايز تعمل منتج كويس لازم تقوي مسابقاتك ويبقى ليها شكل مميز على كل الأصعدة. صح، عناصر اللعبة كلها، الملاعب والتحكيم والبث التلفزيوني، صح حضرتك الكلام صح، كل ده لازم نقويه. ومن هنا انا بقترح على حضرتك انه احنا كرة القدم، ده برضو الكلام ده في الحوار الوطني يعني، كرة القدم مهمة جدا جدا ان هي تكسب وتكسب البلد. صح، من النهاردة كرة القدم بتخسر وبتخسر البلد، لان بتخسر وبتمد ايديها عشان دعم. ما ينفعش، مش موجود. فكرة القدم عايزة المسابقات تتغير تماما. الدوري بتاع حضرتك ال 18 نادي وفرح العمدة ده جايب اجل الكرة المصرية، لانه بيضيق عليك الوقت، بيزحم الموسم، مفيش وقت ان انت والله لو الدنيا انتظمت وما فيش تأجيلات، انا في رأيي انا كله هيمشي مظبوط. العالم كله يعني، انجلترا 20 نادي ودلوقتي السعودية بتزود وهيبقوا 18. انا على فكرة برضو مش عايز اقارن نفسي بحد، بس احنا بدولة كبيرة، انا مش عايز اقلل عدد الاندية، بس انا عايز يبقى في انتظام. انا شايف ان عدد الاندية عشان تعمل دوري كويس 14 نادي، ده رأيي انا، ده رأيي، ده رأيي. 14 نادي هتلاقي عندك وقت ان انت يعني يا راجل 18 نادي مع التأجيلات، مع احنا مش عايزين تأجيلات بقى، لا بقى. ولازم ايه الاهلي لما يلعب او الزمالك في اي بطوله يلعب في افريقيا ويجي يلعب في الدوري ماتش، ما احنا كل ما بنأجل احنا بقالنا كام مره بنتكلم في الكلام ده سنين. فانا شايف انه اولا عايزين اتحاد كره كويس، عايزين اتحاد كره قوي ماشي يدير الكره في مصر بشكل الشخصيه القويه اللي يعيدها يعني يدير كرة منتج، يبقى عندنا منتج، يبقى عندك منتج يعني. مسابقاتك زي ما بقول كده لازم تبقى اسمه مسابقات كامله ومنتظمه. انت مش عارف راسك من رجليك خالص، ومربوحه اقتصاديه ماشي. وبعدين انا في الظروف اللي انا فيها دي كمان، انا هقول يعني حاجه يمكن كلام صادم شويه، يعني انا بحط مسابقه كويسه لازم اتحاد كوره، ما اعرفش مين بقى اتحاد الكوره ده ولا الاتحاد اللي جاي، وفي رابطه وفي اتحاد كوره خلينا، وانا بتكلم على اتحاد كوره والمنتخبات، لان انا اللي بيفرز لي المنتخبات المسابقات. صح، اللعيبه منهكه القوه، بقى لنا 5 سنين قاعدين نلف في مسابقات بتمتد المفعول، مفيش راحات قليله ما بين الموسم. فمهم جدا جدا ان احنا عشان نحط شكل مضيء لكره القدم المصريه، أن أنسف الحمام القديم اللي أنا موجود فيه. المسابقات كلها لازم تتنظم بشكل كويس، الرابطة لازم تملك بين يديها كل شيء فيما يتعلق بالمسابقة زي أي رابطة بره. يعني يبقى القصة كلها البيع والدخل العام كله في إيد الرابطة، مفيش حد يبيع فردي، محدش يشتغل لحسابه، من نظام الفتوانة ده يتلغي. بحيث ان انا النهاردة لما اجي اوزع الدخل بتاع الرعاية والبس يتغير كل سنة. السنة دي سين خد الدوري ياخد، السنة الجاية صاد خد الدوري، فيبقى الترتيب كله كل سنة مرتبط، بيبقى حافز الاندية عشان تنافس، مرتبط بالترتيب. صح، بحيث ان انا 50% من الدخل بوزعه على ال 14 نادي مش ال 18 او 20، 50%، وال 50% بتتوزع على
ترتيب الفرق. أيوة. يعني 50% لكل الناس. الفرق اللي بتاخد نسب اعلى. ده لازم تبقى الرابطه في دقيقه كل حاجه، لكن النظام كده ان كل واحد يشتغل لحسابه. وبعدين مش كده وبس، انا برضو من هنا من مكان حضرتك، الجمعيات العموميه للانديه ما ينفعش تقود الانديه في مصر. الجمعيات العموميه في الانديه المصريه ليس بمقدورها ان تقود مسيره الانديه.